السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نواصل الحديث حول الغنوصية، وكما وعدتكم كل يوم نجبدوا موضوع معين، وفي هذه الفيديو باش نتكلموا حول ما يطلق عليه الفطرة. ولكن قبل أن نبدأ كالعادة نلخص الفيديو اللي قبل هذا. تكلمنا في الفيديو السابق أن سبل المعرفة عند الإنسان هي نوعان، الحس والعقل، وأن الحس ينبع من الإنسان في الداخل ويترجم في الخارج بأفعال، تصرفات، حركات أو أفكار. أما ما نطلق عليه العقل فهو مصدره من الخارج نحو الداخل، وهو يعبر على كل أفكار أو تصرفات نعيشها ونتعلمها ونشوفها في حياتنا. إذن الجانب العقلي مرتبط بالحواس الخمسة المادية، بينما الجانب الحسي فهو شيء نوعا ما مجهول ولكن محسوس، وأي إنسان يعرف ويحس به. هذه نقطة جدا مهمة، وكما قلت لكم إن التوازن بين الجانب الحسي والجانب العقلي جدا مهم بالنسبة للإنسان لكي ينجح في حياته بصفة عامة مهما كان المجال. ولهذا يجب الانتباه للجانب الحسي اللي كما قلنا هو جانب آني، وأن يحاول أن يترجم هذه الأحاسيس إلى أفكار. وعلى قد ما الإنسان يكون عنده معرفة ويكون عنده تجربة ينجم يترجم هذه الأحاسيس ويخرجها سواء إبداعات فنية أو فكرية أو غيرها. إذن اليوم باش نتكلموا حول ما يسمى بالفطرة. قلنا احنا في الفيديو السابقة ان الغنوصية ليس فكر، وانما هي حالة، هي حالة للإحساس عن طريق الوعي من اجل ان تترجم. فالشيء الذي يصدر عن هذه الحالة نطلق عليه افكار غنوصية، وكل انسان كما قلت لكم يولد غنوصي، يعني يولد بنوع من الحس. هذه مسألة مهمة، وهذا لا يخص الإنسان وإنما يخص جميع الموجودات في الكون. الفرق أن الإنسان يمكن أن يعبر عن هذا الحس ويحوله إلى تصرفات وأفكار وإبداعات، وهذا نتيجة الوعي بالحس والعقل. فالإنسان هو أكثر واحد واعي بهذه الأمور، لهذا هو أكثر تقدما للتبليغ عن الأفكار الغنوصية. نجم نقول أن كل إنسان مهما كان عنده هذه القدرة، وطبعا الاختلاف من شخص إلى شخص. احنا قلنا أن أقرب تسمية للغنوصية هي الفطرة أو ما يسمى الطبيعة، وطبعا عندها عدة أسماء. إذن اليوم باش نتكلموا حول ما يسمى الفطرة. وطبعا كل الأديان تعتبر نفسها فطرية، ولكن هذا نلاحظه في الإسلام جليا، حيث الإسلام يعتبر إن الإسلام هي فطرة الإنسان. طبعا هذه الفكرة كما قلت لكم ليس خاصة بالإسلام وحده، ولكن الإسلام ركز عليها. عندما نعود للإسلام نجد كثير بل عشرات من الآيات القرآنية والأحاديث التي تتكلم على الفطرة، تعتبر أن الفطرة هي أهم شيء في الإنسان، ولكن تدعي أن الإسلام هو الفطرة، وهذا طبعا غير صحيح. باش نعمل مقارنة بالأحاديث والآيات القرآنية التي تتكلم على الفطرة في الإسلام. أما هنا حبيت نتكلم على معنى الفطرة. حاولوا باش تفهموا معايا كيفاش معناتها نجم نقولوا تؤمن نجم نقولوا كلمة تؤمن أو تعتقد الغنوصية الإنسان عندما يأتي إلى هذا الكون.
تعتبر الغنوصية أن كل شيء في هذا الكون له مقدمة وله مؤخرة، شيء طبيعي، وأن كل مقدمة هي نتيجة مقدمات سابقة، وكل مؤخرة هي مقدمة لأشياء لاحقة. هذه هي الفكرة التي تعتمد عليها الغنوصية، وهي ملاحظة لاحظها الإنسان منذ القديم. يعني هذه فكرة نجم نقوله أساسية. إذن الغنوصية تؤمن أن كل شيء يتوجد في زمان معين وفي مكان معين فهو مرتبط بالزمان والمكان ارتباط كلي. يعني ليس صدفة أن إنسان يتولد عام 2000 وإنسان يتولد عام 1000 وإنسان يتولد قبل 5000 سنة وإنسان يتولد بعد 3000 سنة. يعني هذا الفرق هو نتيجة الماضي بتاع الشيء. إذن الشيء يعتبر ابن زمانه وابن مكانه. هذه نقطة مهمة جدا عند الغنوصية. أنا مثلا أو أنت أو أي شيء معناتها توجد في وقت معين وفي زمان معين فهو عنده المقومات الفطرية الطبيعية لذلك الزمان. إذن لو اتبع ما قبله فهو هنا يخالف فطرته. لهذا الغنوصية تعتبر التربية السليمة أن لا تربي ابنك على ما تعودت عليه أو على أفكاره، وإنما تعلمه أن يعرف ذاته وعصره وزمانه باش يكون موافق للزمان بتاعه. هذاك علاش كثير من الأحاديث تؤكد وكثير من الآيات القرآنية يقول لك لا تتبع أبائك، لا تتبع الأولين، يجبك أن تتمرد على أجدادك وعلى أفكار أجدادك، لأن اتباعك لأفكار أجدادك يعني تخلفك. لأن الإسلام ركز وأي دين يجي يركز على هذه النقطة ويطلب من الآخرين التخلي على الأفكار السابقة وتبني أفكار جديدة تناسب العصر الذي أنت موجود فيه. وهذا نجده في كثير من المذاهب سواء الإسلامية أو غيرها، تجدهم مثلا أن الإنسان في فترة معينة يعلموه حتى شيء، يعلموهش المعتقد، يستنوه حتى يوصل لعمر معين ويبدأوا يعلموا فيه ويخليوه يتعلم وحده، ثم يختار المعتقد متاعه سواء الموجود أو ما يشوفه هو مناسب. كما مثلا نجدها هذه عند الدروز وغيرها من المذاهب والأديان التي تؤكد على أن الإنسان عندما يولد ويكبر يجب أن يعيش طبيعيا وما تعبيلوش مخه بالأفكار اللي أنت تؤمن بها. على خاطر كي تعبيله مخه بالأفكار اللي أنت تؤمن بها سوف تجعله حاجز باش يعيش عصره ويعيش الزمان بتاعه. لازم يتحرر، واللي ما يتحررش وما ينجمش يتحرر فهو يعيش في هذه الدنيا بدون أي قيمة، لا يعيش الزمان بتاعه ولا يعيش المكان بتاعه اللي توجد فيه. هذه نقطة جدا مهمة تجعل الإنسان أكثر حرية. طبعا احنا لو نلاحظوا قليل من الناس من يتمرد على المعتقدات اللي تربى عليها، على قد ما تفرض عليها أفكار ما توافقش الطبيعة بتاعه الداخلية هو يلقى صعوبة في التخلص منها. ونجد أن الإسلام هي من أكثر الأديان التي تربي الطفل من الصغرى على أفكار مسبقة، لأن الإسلام يؤمن أنه هو الفطرة السليمة. وهذا طبعا خطأ كبير جدا، رغم أن كثير من الأفكار اللي موجودة في الإسلام هي أفكار قامت على الفكر الغنوصي وخاصة في بعض المذاهب الإسلامية. هذه مسألة واضحة وبينة. إذن في هذه الفيديو سوف نتكلم عن الفطرة، وطبعا سوف نعتمد هذه المرة على آيات قرآنية غنوصية
تعبر على الفطرة، وأحاديث تؤكد على الفطرة، ولكن ليس كما يفهمها الإسلام، لأن الإسلام في الحقيقة هو ليس فطرة، ولا أي دين من الديانات الإبراهيمية هو فطرة، بل هو اعتمد على هذه الفكرة لتبليغ أفكاره فقط لا أكثر ولا أقل. ولكن لا يمنع أن في الكتب الدينية الإبراهيمية وخاصة القرآن فصل في هذا الموضوع بطريقة واضحة، يمكن أن نفهم الفطرة من المصادر الإسلامية نفسها. احنا نعرف أن الإسلام هو خلاصة لكل المعتقدات اللي موجودة قبله، وهذا تكلمنا عليه في تاريخ المعتقد والأديان، ومازلنا باش نتكلموا عليه في الفيديوهات القادمة في ذلك المجال. ولكن هوني احنا نتكلم عن الغنوصية، اذا باش نحاولوا نفهموا من خلال آيات قرآنية ومن خلال أحاديث حقيقة الفطرة أو الغنوصية من المصادر الإسلامية نفسها. وطبعا لكي أقوم بهذا العمل لازمني نحط لكم الآيات القرآنية ونحط لكم الأحاديث ونعطيكم التفسير الحقيقي لهذه الآيات التي تدل بكل وضوح، وأي إنسان فاهم الغنوصية يقرأ هذه الآيات على أنها آيات غنوصية. طبعا معناتها باش نوقف الفيديو توا وباش نحاول نتكلم بالصوت باش نحط لكم الآيات ونحط لكم الأدلة ونعطيكم التفسير. قبل أن أبدأ أريد أن أقول ملحوظتين لمن يشاهد هذه القناة نتيجة تفكير طويل وتجربة. إن الحقد والكره عمره ما يولد فكر سليم، وكل الأديان الإبراهيمية خاصة مبنية على هذه الفكرة، وهي كره الآخر والسخرية من الآخر وإهانة الآخر، ورأيتم النتيجة اليوم والدمار اللي تعيش فيه الديانات الإبراهيمية. لهذا أدعو المشاهد إلى التفكير أكثر من السخرية، رغم أن كل إنسان حر أن يسخر وأن يقول رأيه، وهو في الحقيقة لا يسخر من الفكرة بحد ذاتها، وإنما يسخر من فهمه للفكرة أو النص. يمكن أن لا تحترم مفاهيم أفكار معينة، ولكن الفكرة بحد ذاتها هي مرنة، ويمكن أن نفهمها كما نريد، ويمكن أن نحول الفكرة السلبية إلى إيجابية، أو حصرها في زمان ومكان معين، ولا نعممها بصفة عامة. هذه الملاحظة الأولى. أما الملاحظة الثانية التي أردت أن أذكرها هنا، إن القول إن دين من الأديان مهما كان الإسلام أو غيره لا يمكن أن يتطور هي أكبر كذبة، بدليل إن كل الأديان أنتجت عشرات بل مئات من المذاهب، وكلها محاولات لتطوير الدين. صحيح إن هذه المذاهب في بعض الأديان تكون أقلية، وإن الدين الغالب هو الذي يعتبر الدين الرسمي، ولكن عندما تصبح هذه الأقليات أغلبية تصبح هي الدين الرسمي، ويصبح الدين القديم ليس له أي قيمة. هذه فكرة أردت أقولها لمن يقول إن الإسلام لا يمكن تطويره. يمكن أن نطور الإسلام داخل المنظومة الإسلامية نفسها، وتغيير المعنى للآيات وتغيير المعنى للأحاديث، وهذا قامت به أديان أخرى مثل اليهودية ومثل المسيحية، قامت بهذا العمل. لماذا لا نقوم بهذا العمل أيضا في الإسلام، أو تشجيع من يقوم به؟ صحيح أنا شخصيا كنت ضد فكرة تطوير الإسلام من قبل، ولكن بعد نقاشات طويلة مع كثير من الأشخاص، من هم مع ومن هم ضد، تبين لي إن كل إنسان ضد فكرة تطوير الإسلام من الداخل له غاية في نفسه، أما يدعو لدين آخر أو لعقيدة أخرى، يعني ليس له نية سليمة،
الهدف متاعه في نقد الإسلام ليس تحرير شعوبنا من القيود وفتح عقولهم وتعليمهم التفكير، بل إخراجهم من قفص وإدخالهم إلى قفص آخر. أحنا مهمناش الإنسان يبقى مسلم، ولكن يكون إنساني، يكون متحرر، يتخلى على الأفكار الجاهلية التي مفهومة في الإسلام على حسب عصر آخر وزمان آخر. ونعرف أنا شخصيا كثير من المسلمين يعني إنسانيين لأقصى درجة ومتفتحين لأقصى درجة. لماذا نرفض فكرة تغيير الإسلام من الداخل؟ طبعا أنا هنا لا أتكلم عن ما يسمون أنفسهم مسلمين معتدلين، فهؤلاء يلوون الآية أو الحديث ويغيرون ويزورون تاريخ ويؤولون الإسلام على حسب معطيات خاطئة وأكاذيب، مثلهم مثل الأعجزين، يمنعون الإنسان المسلم من أن يفكر، وإنما يحصرونه في فكر إسلامي ضيق في بعض الأحيان أكثر تعصب من الإسلام الغالب نفسه. هناك في الإسلام مذاهب إسلامية كثيرة راقية تعلم الإنسان التفكير والإنسانية، يمكن اتباعها، ويمكن خلق من الإسلام طيارات فكرية راقية، وذلك بالعودة للنص ومحاولة فهم جديد، وجعل المسلم يفكر في معنى عصري للنص بعيد عن التزوير والكذب والخداع. يجب أن نقول الحقيقة، نقول للمسلم الحقيقة، المفهوم الذي فهم به النص في زمن معين أم من طرف عالم من علماء الإسلام لهدف سياسي أو إيديولوجي أو غيره. المهم هذه وجهة نظر خاصة أردت أن أقولها، ونعود للموضوع متاعنا هوني ونحاول أن نفهم الغنوصية أو الفطرة من المصادر الإسلامية نفسها. إذن كما قلت إن القرآن يحتوي على كثير من الآيات التي تعتبر غنوصية، بعضها ذكرت كما هي والبعض الآخر تم تبديلها لخدمة مصلحة الإسلام، كما أن هناك كثير من الأحاديث أصله غنوصي. طبعا كثير منها ألصقت بالإسلام بعد موت محمد ونسبت إليه، والبعض منها نسب إلى أشخاص أخرين عاصروا محمد، وهذا لاحظوه خاصة عند الشيعة وأئمة الشيعة اللي كثير من الأفكار بتاعهم تعتمد على الغنوصية أكثر من السنة. خلينا من النص والمصدر متاعه، مهمناش فيه هل هو إسلامي هل هو غير إسلامي، خلينا ناخده كما هو ونحاول أن نفهم منه الجانب الغنوصي ونعطيه المعنى متاعه من الفكر الغنوصي. قبل كل شيء، كلمة فطرة في الإسلام عندها عدة مرادفات، منها السليقة، الطبيعة الأولى، ومقصود بها الطبيعة السليمة أو الأصل الأول الذي وجدت عليه الأشياء أو الشيء كما هو دون تغيير، كما إن الفطرة مقصود بها البدء أيضا، يعني بداية الشيء كما هو، كما تعني الانشقاق أو الخروج، شيء موجود في الداخل وخرج أو شيء انشق وظهر اللي في وسطه. هذا المعنى متاع كلمة فطرة. تعتبر الغنوصية إن لا يمكن أن نتقدم أو أن نتغير أو أن نتطور في هذه الحياة من دون معرفة الأصل وفطرة الشيء مهما كان. مثلا لا يمكن أن تتعامل مع الحديد إلا عندما تعلم إنه حديد، ولا يمكن أن تتعامل مع الخشب حتى تعلم إنه خشب، حتى تعرف كيف تسقيله وتخرج منه أشياء. إذن بالنسبة للإنسان نفس الشيء، يجب أن يعرف الإنسان فطرته من الداخل، وهذا أسهل معرفته في الطفولة، ويجب على الأبوين أو الأسرة أو المربي أن يساعد الطفل أن يكتشف ذاته، لأن هذه المرحلة جدا مهمة لبقية الحياة. الإنسان عندما يعرف ذاته يمكن أن ينطلق منها للإبداع، لأن هذه المرحلة مهمة جدا لبقية الحياة.
لهذا الغنوصية تعتبر معرفة الذات أو الطبيعة هي أول مهمة الإنسان في هذه الحياة، وهذا لا يكون إلا بالتجرد والرفض والخروج كل ما هو منقول وموروث وملقن، وإعادة بناء الذات والعودة إلى الفطرة السليمة. وبدون هذه العملية لا يمكن من الإنسان أن يكون إنسان مواكب لعصره. إذن الفطرة ليس كما يصفها علماء المسلمين اللي هي الإسلام ولا أي دين آخر ولا أي عقيدة، وإنما الفطرة هي طبيعة الفرد الشخصية وليس فقط الطبيعة الجماعية. صحيح هناك فطرة إنسانية جامعة تميز الإنسان عن بقية الموجودات، ولكن ليس لها علاقة بالعقيدة والدين، مثل مثلا فطرة الإيمان بصفة مجردة عن أي اعتقاد أو إيمان كان، هي فطرة إنسانية جامعة تميز الإنسان على الحيوان، فالإنسان حيوان مؤمن. وعلى هذه الفطرة الموجودة في كل إنسان اللي هي الإيمان بنيت الأديان، وكل من بنى دين أو جاء بدين فهو يعلم هذه الفطرة الموجودة في الإنسانية بصفة عامة. طبعا هناك كثير من الأشياء اللي هي فطرية وتجمع جميع البشر، ومن عرفها يمكن أن يقدم للإنسانية أو الشعب أو عائلته أو الشخص آخر الحاجة اللي تشبع هذه الفطرة. ولهذا معرفة الفطرة الإنسانية أو فطرة شعب معين أو فطرة شخص معين هي جدا مهمة للتعامل معه، كما معرفة الشخص الفطرته جدا مهمة لكي يتعامل مع نفسه. ولكن هنا خلينا نختم هذه الفيديو ببعض الأمثلة من الآيات القرآنية والأحاديث التي تفسر لنا معنى الفطرة الفعلي بعيد عن الدمغجة الإسلامية أو الدينية بصفة عامة. خلينا نبدأ بهذا الحديث المروي عن بخاري ومسلم. ماذا يقول؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة. حتى هني فكرة غنوصية 100%، هذا ما تقول الغنوصية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طبعا هني تم تزوير الحقيقة، لأن حقيقة الفكر الغنوصي تقول فأبويه هما اللي خليوه يتبع دين معين مهما كان، ما حددش في اليهودية أو النصرانية أو الزردشتية، بل بصفة عامة أبويه هما اللي خليوه يتبع دين معين. والحديث شو يقول من بعد؟ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني اللي يتبع دين والديه كيف البهيمة. وشنو يقول بقية الحديث؟ هل تحسون فيها من جدعاء؟ فماشي حيوان يتولد وفيه مثلا هذيك الأمارة هي الجدعاء، يقصدوا معناتها اللي يقصولها وضنها ولا يقصولها ذيلها أو يعملوا لها أمارة في بدنها. شفتش حيوان تولد فيه علامة؟ شفتش مولود تولد مكتوب عليه مسلم أو مكتوب عليه مسيحي أو بوذي أو هندوكي؟ لا، ما فما حتى مولود يتولد على دين، بل يتولد على الفطرة متاعه والطبيعة متاعه على حسب الزمان والمكان اللي ظهر فيه. وإنما الوالدين هما اللي خليوه يولي يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسلم. إذن هذا الحديث يعتبر حديث غنوصي، ولكن وقع فيه نوع من التزوير. إذن الغنوصية تعتبر أكبر جريمة يقوم بها الوالدين هما عندما يلزموا ولدهم باش يتبعوا الدين متاعه، يعتبرون قضوا على فطرة ابنهم وهلكوه للأبد لولا هو في يوم من الأيام يفكر ويعود إلى طبيعته ويتمرد عليهم. وهذا ينطبق على كل الأديان والمعتقدات، لازم يكون الإيمان والمعتقد نابع من الفطرة على حسب الزمان الذي ظهر فيه الإنسان. أكتفي بهذا الحديث اللي هو واضح وضوح الشمس، وننتقل للآيات القرآنية. رغم أن هناك كثير من الآيات التي تتكلم على الفطرة، ولكن سوف أكتفي
ببعضها. نبدأ بأول آية واضحة في هذه الأمور. تقول الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية غنوصية تقريبا بامتياز، غير فيها شوية تزوير مسألة فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأن الغنوصية لا تتكلم عن الرب بصفة عامة، وإنما تقصد أن هذه هي فطرة الكون اللي تولد عليها الإنسان. كما إن قول الآية لا تبديل فهذه نوعا ما ليس صحيحة 100%، لأن الغنوصية صحيح تقول لا يمكن أن نبدل الفطرة، ولكن يمكن أن نطور فيها وأن نستغلها وأن نستعملها لحاجات باهية. مثل على ذلك، تقول الغنوصية مثلا الإنسان يولد بفطرة إنه كذاب، من الجمش، هذيك هي طبيعته، كذاب، هذا وارثها من أجداده أو هو معناتها موجودة في داخله. إذن في هذه الحالة ينجم مثلا يولي ممثل بارع، إذن هنا يحول الطبيعة الفطرية إلى حاجة إيجابية من اللي كانت سلبية. هذا مثل من الأمثلة، وهناك أمثلة كثيرة في هذا المجال، لأن الغنوصية تعتبر كبت الفطرة يولد العقد للشخص في حياته ويورث هذه العقد إلى أولاده. إذن من الأحسن أنك تتبع الفطرة متاعك وتعرفها وتبدأ تطور فيها وتستغلها الأشياء جيدة لكي لا تنتقل إلى عقد للأجيال اللي بعدك من أولادك، أو أنت تعيش في عقدة. الغنوصية تعتبر بعض الطبائع السيئة الموجودة في بعض الناس أو كثير من الناس تعود إلى كبت أجدادهم لهذه الطبائع وتناقلوها جينيا. يعني تلقاه جد وجد جد وجد جد وهما كذابة، وكل واحد يظهر روحه اللي هو مش كذاب بدون أن يعمل أي مجهود لكي يتغلب على هذه الصفة، فينقلها لولده والولد ولده، وبعد 4-5 أجيال يجينا واحد كذاب كبير ولا مجرم كبير ولا غيرها. لهذا إخراج الطبيعة وإظهارها أحسن من كبتها في الداخل متاعك، باش تنجم تعالجها وباش ما تنقلهاش للأجيال القادمة. إذن الطبيعة نجم نطوروها ونجم نحسنوها. وآخر الآية تقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ياسر آيات في القرآن تتكلم لا يعلمون لا يعقلون، أكثر هذه الآيات هي آيات غنوصية. خلينا ننتقل للآية الثانية. تقول الآية: وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إني بريء مما تعبدون. هذا الموقف اللي اتخذ إبراهيم يجب أن يتخذ أي إنسان مهما كان في أي عصر وأي زمان، أن يقول أنا بريء مما يعبد أهلي وقومي. وش تقول بقية الآية؟ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الذي فطرني هنا يقصد الكون، الوجود اللي خلق فيا فطرة، هو اللي باش نتجه إليه باش نعرف الحقيقة متاعي. إذن المعتقد أو الإيمان متاعي لازمني نبنيه على حسب الفطرة، مش نمشي نتبع أي دين موجود ونقتنع بها كاكا غير باش نظهر روحي اللي أنا خرجت من الإسلام أو خرجت من الدين متاعي. هذا في الحقيقة يقومون به الأشخاص اللي هم جاهلين بمعنى الإيمان وبمعنى الفطرة. وش تقول بقية الآية؟ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهنا الآية تبين مسألة مهمة، هو عندما أنت تتخلص من بعض الأشياء الخايبة وتصحح روحك، راك تنقل هذا لأولادك وأولاد أولادك. إذن هذه الآية هي آية غنوصية، وإحنا تكلمنا في المعتقد والأديان وما زلنا باش نتكلموا على أن إبراهيم هو في الحقيقة براهما، هو معناتها إنسان عارف الحقيقة، إذن متأثر بالفكر الغنوصي والفكر متاعه نابع من الغنوصية. طبعا موجود ياسر آيات في القرآن تتكلم مثل
إنا وجدنا آباؤنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون أو متبعون. وذم القرآن في كثير من الآيات والأحاديث على اتباع معتقد الوالدين أو القوم أو الشعب الذي ولدت فيه. ما لازمكش تكون تبع، لازم تكون عندك شخصيتك. إذن هذه قاعدة غنوصية يجب أن تتمرد من المعتقد الموروث وتبني لك معتقد خاص بك. هذه هي الفكرة الأساسية اللي تقوم عليها الغنوصية. وأكتفي بهذه الآيات، ويمكن يعني ترجع للقرآن وتقرأ هذه الآيات اللي هي في الحقيقة يجب أن يتبعها أي إنسان في أي وقت وفي أي زمان من أجل أنه يعرف ذاته. إذن لا تكون مثل البهيمة تتبع ما يقوله أهلك وما يقوله قومك، وحاول باش تبني لنفسك إيمان خاص بيك يكون موافق العصر متاعك والزمان متاعك. هكاك تتخلص من العقد اللي توارثها وتنقل أشياء جميلة وأحسن لأولادك من بعدك. هذه الفكرة بصفة عامة اللي نجم نستخلصوها من الفكر الغنوصي. وهكاك فهمتوا أن الإسلام في جانب كبير غنوصي، وانتصار الإسلام ونجاح الإسلام مدة 1400 سنة إلى اليوم ليس صدفة كما يتصور البعض، أو ما يريد أن يروج البعض الآخر أن الإسلام انتصر بالسيف. صحيح أن الإسلام استعمل السيف، ولكن لم يستعمل السيف وحده، فهو يملك عقيدة غنوصية من داخل الإنسان جعلت هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال خيالية في ظرف وجيز، ومازالوا إلى اليوم تغلغل الإسلام داخل الإنسان المسلم، ومن الصعب التخلص منه، لأن الإسلام بني على نظام جدا قوي ينبع من الداخل الحسي للإنسان. ولهذا كثير من المسلمين يجدون صعوبة كبيرة في الخروج من الإسلام، فالإسلام استعمل الغنوصية من أجل أهدافه الشخصية. طبعا نظن هذه الفكرة واضحة، ومع فيديو قادم وبالسلامة.